ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شب حريق مهول بواحة فم الحصن بإقليم طاطا أمسين الثلاثاء، فيما تحاول السلطات المحلية وعناصر الإطفاء السيطرة عليه مدعومة بالساكنة المحلية. الحريق الذي تجهل أسبابه لحد الآن قد أتى بحسب مصادر متفرقة على جزء مهم من واحة إمي أوغادير أكبر واحة بمنطقة فم الحصن، حيث حول الكثير من حقول النخيل إلى رماد. وتسارع فرق الإطفاء الزمن من أجل إخماد الحريق قبل وصوله إلى المباني السكنية، خصوصا وأن الرياح التي تعرفها المنطقة سهمت بشكل كبير في انتشار النيران، ولا تزال النيران مشتعلة إلى حدود الساعة، فيما رجحت مصادر جريدة العمق الإلكترونية أن تستدعي السلطات طائرات كنادير في الصباح للمساهمة في إخماد الحريق على اعتبار أنها لا تعمل ليلا. هذا ولم يصدر لحد الآن أي بلاغ رسمي من السلطات المحلية بإقليم طاطا حول تفاصيل هذا الحريق والخسائر التي أحدثها وما إن خلف خسائر في الأرواح.